بعد الخير عليكم ومرحبا بكم سيغ لاشين يوتيوب لابيل اسيات دي زد. اليوم راني معاكم باش نديرو اون روسيت كريم كراميل. يعني كريم كراميل سي ان ديسير يعني اباز دو كراميل حليب و دي زو. ساهل، ما فيه والو، خفيف ويوجد بالخف. نبداو، مي قبل ما نبداو بون جو فولي برك تسمحوا لي على الغيبه هذه، طولت عليكم والله، يعني سيتي بلو فور كو موا، كنت مريضه شويه. جو فودري او ميم طون ريميرسي كاع لي بيرسون لي بعتوا لي دي ميساج، كاع لي بيرسون لي حوسوا ليا. يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، سما فريمون توشي. Voilà, maintenant on passe la préparation تاع le caramel. واش عندنا لهنايا؟ هذه هي لا بروميير ايتاب في الكريم كراميل ديالنا. عندنا ناخذ شويه سكر. انا لا كونتيتي هنا هي 125 غرام دو سكر، يعني 125 غرام تاع السكر. نسيو نوجدو، واش راح نديرو؟ نقدرو، انا ما نديرش الكراميل عساك، انا نديرو بالماء. صافي، نديرو واحد زوج حتى ثلاث مغارف هكذايا كبار تاع الماء. واش راح يدير؟ يدوبلي السكر ديالي فاسيلمون. راح نحطو هنايا فوق النار حتى يبدا يدوب. النار تكون موين. هنا هاوليك الكراميل ديالي كيما راكم تشوفوا فيه، راهو داب لي السكر. واش ندير؟ يعني ما نتوشيش هكذا، نخلطو برك هكذا، باسكو راني نشوف فيها وحمار هنا من الكوتي، باش يتخلط، يعني يدوب بعقلو. يدوب كي تشوفوه ولا كاع هكذا، هاد لا كولور كيما هادية، يعني ياخذ لا كولور تاع الكراميل تماتيك. نحيه مع النار. هاوليك لو كراميل ديالي لهنايا راه واجد. واش راح ندير؟ ندير اون كويير اكو تشوفو في لا كولور ديالو. يفو يعني اتر رابيد باسكو هناك شغل الكراميل راح يلبسلكم. فوالا، نسيي هكذا نجوزو، كي ديرو نديرو هكذا نجوزو كامل في لي غامكان ديالي. هاد لي غامكان كنت دهنتهم يعني بشويه زيت، سي جوست هكذاك. معليش دوك هنا يلبس، مي ابخي راح كي نحط عليه يدوب الحليب كي يكون سخون ابخي ويطيب. فوالا، نديرو اون كيير في لو فون تاع شاك غامكان هكذا. كيما قلت لكم دهنوهم بشويه تاع الزيت. هنا كيما راكم تشوفوا في هذيك لاكاسرول وقعد لي شويه كراميل، ليمون راني حطيتهم دو كوتي. واش ندير في هذيك لاكاسرول مع الكراميل اللي قعد؟ ندير نص ريتلا تاع حليب، يعني 500 مليليتر 500 مليليتر تاع حليب. نزيدهم على هذاك الكراميل، هو راه يابس مي راح نحطو فوق النار، يعني راح يدوب كومبليتمون هذاك لو كراميل. وندير دو لافاني دو بريفيرونس، يعني واحد اللي عنده لاغوس لاغوس دو فاني دير لاغوس دو فاني، واللي ما عندوش راح يدير هكذا فاني اون بودغ ولا ليكيد. سي انكور ميو لا فاني اون بودغ. وراح نحطو على النار ونغليه، يعني نخليه حتى يبدا يغلي. لو طون لي الحليب ديالي راهو يغلي، انا راح نوجد لي زو. انا واش ندير؟ انا ندير 4، يعني 4 حبات ولاد الدجاج. هي لا روسيت، يعني واحد باش يقول لكم اكزاكت لا روسيت، هي ما تندارش بولاد الدجاج هكذا كومبلي، تندار بثلاثة حبات ثلاثة هكذا كومبلي، ويزيدو دو جون دوف. مي هنا كوم يقعد لي هذاك جون دوف ويفسد لي اشاك فوا ما نلقاش، نقولو من بعد نخدم به ومن بعد نخليه حتى نلقى فاسد. الوغ جلي سي اون فوا، قلت هاديك الزوج نرومبلاسيهم بحبة ولاد الدجاج. ايه هاوليك سا دوني ان بون ريزولتا، يعني جي با تروفي اون غون ديفيرونس بيناتهم. وليت نديرها بربع حبات كومبلي، ندير لهم قرصة تاع ملح بوغ كاسي لو كو هذاك تاع ولاد الدجاج، ونزيد لهم. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع سكر، زوج يعني تقدروا ديروا ثلاثة سولون لو كو تاع نيت، مي زوج نورمالمون سي سوفيزون، شنو يكونوا معمرين بزاف. راح نخلط لو ميلونج ديالي ونستنى الحليب ديالي يغلي.
هنا هاوليك الحليب ديالي راه غلا، يعني نحرك بيان باش نشوف بلي الكراميل يعني اللي كان من تحتها يكون يلزم يدوب كومبليتمون ويتخلط مع الحليب. وهامليك لي زو ديالي، واش راح ندير في الاول كاع راح يفو فيغ فيت هنا باش ما يطيبش لولاد الدجاج. ندير شويه حليب هكذايا فوالا باش نبرد به، نبردهم لي زو باش ما يطيبوليش. فوالا شويه ندير شويه هكذايا فوالا ونحرك فوالا تيت كونتيتي كيما قلت لكم باش ما يطيبوليش لي زو. ومن بعد نجي هنا نعاود نرجع نشفي لانفيرس فوالا، ونرجع لي زو لا كاسرول ديالي فوالا، ونخلط بيان ونجي نعمر لي رانكان. هنايا افون دو لو فير جو بريفير نصفي لو سمو ديالي، نصفي الحليب. دونك نحكم هكذا البول، ولا يعني البول هكذا يجيكم سهل، ومن بعد باش تعمرو في لي رانكان نحكم الصفاية ونجي نصفي. نحيو هاديك الفرارة تاع الحليب لي زوك كش ما يتلقو فوالا، ونجي نصفيوه هكذا باش تجي لاكخيم ديالنا. نجي من هنا باش تشوفو، باش تجي لاكخيم ديالنا ما فيها حتى حاجة. فوالا من داك لي زو كان يطيبو هكذا كيما نحركوش مليح. فوالا ونعمر لي غانكان ديالي فوالا. شوفو منعمرهمش يعني بزاف بزاف فوالا، لازم نزيدولو شوية. لا كويسون ال فا سفار او فور. هنا راني درتهم دون ان بلا تاع الفور، الفور ديالي راني نسخن فيه 180 دوغري. نحكم الماء هنا يلزم يكون سخون، ونجي نفرغ هكذايا في الكوتي حتى نقولو في نص، يلحق له هكذا يلحق له شويه للنص هكذايا، ونحطو يطيب في الفور 180 دوغري يحكم حتى 35 مينوت، يعني بالك اكثر بالك اقل. نتوما هكذا 30 مينوت تجبدو احكموا ان كوردون ولا لا بوينت تاع لو كوتو فو بيكي، واذا خرج ناشف معناتها راهو طايب، سينو نزيدولو شويه في لا كويسون. هاوليك لو فلون كراميل ديالي ابخي ما طاب، انا بوغ لو ديمولي نحكم ونجوزو هكذا كامل فوالا، ولا يعني تقدروا ديرو بالموس فوالا. انا هادي هي لا تكنيك ديالي، نجوزو كامل ونجي نقلبو فوالا. بيان سور كنت خليتو برد ابخي ما طاب، ونرفدو هكذا ديليكاتمون فوالا. هاوليك راه واجد هنا كيما راكم تشوفو فيه نحبط الكراميل. انا راح نكمل نزينو ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا هاوليك لو ريزولتا فينال، جيسبر عجبكم. سيوه مال فانديرو في رمضان يجي بزاف خفيف ويحبوه كامل. فوالا فوالو سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم كريم كراميل. ا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر روسيت. يعطيكم الصحه.